صباح الخير عبد الرضا، صباح الخير منيا، صباح الخير مشاهدينا التلفزيون دولة الكويت. مثل ما احنا عودناكم دائما في لقاءاتنا وجولاتنا، لكن احنا اليوم موجودين في هالجو الجميل على البحر وبمكرمة من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالله ورعاه قائد العمل الإنساني. تقام فعاليات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي البحري للسنة السابعة على التوالي، وتشارك فيها في عدد ثلاث دواوين وهي دوانة الصيادين في الوطية وفي الفنطاس وفي السم. لكن نتكلم اكثر واكثر عن هذا الموضوع معنا الشيخ سالم النواف الاحمد الجابر الصباح رئيس لجنه الموروث البحري الخليجي. شيخ صباحك الله بالخير، يعطيك العافيه، عساك على القوه. صباحكم الله بالخير وهي الساعه المباركه. شيخ سالم النواف الاحمد الجابر الصباح رئيس لجنه الموروث البحري الخليجي، شيخي ما شاء الله قبل كانت يعني العام كانت في دوانيتين، لكن الان اضيفت لهم دوانيه الصيادين. قبل هذا الموضوع ودنا نعرف اليوم عندكم بديتوا تقريبا قبل كم يوم في طريقه التسجيل، اللي حاب يسجل ويشارك في هالمسابقه المميزه هذه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبدايه نرحب فيك وبالزملاء بخلف الكاميرا، حياكم الله في مكانكم دوانيه الوطيه. فيما يتعلق بالنسبه لمسابقات لهذا العام، بالفعل احنا زدنا مسابقه الوطيه كإضافة، كانت في السنة الماضية احنا كنا ملقينها، هذه السنة لا حطيناها، فصرنا تقريبا صارت مجموع المسابقات ثلاث مسابقات. ففتحنا باب التسجيل من يوم الأحد الماضي. طبعا كل ديوانية على حدة بالنسبة لتسجيل الراغبين للمشاركة، وطبعا ده يعني مواقيت التسجيل تبتدي إن شاء الله من الساعة 8:00 صباحا لغاية الساعة 1:00 ظهرا، ومن ثم يريد يفتح أيضا لاستقبال المشاركين في الفترة المسائية من الساعة 4:00 إلى الساعة 9:00 مساء. نتكلم عن موقع التسجيل فقط في ديوانة الصيادين في منطقة الوطية، هذا موقع التسجيل؟ طبعا موقع التسجيل بالنسبة للراغبين في المشاركة بديوانية الوطية في منطقة الوطية. فيما يتعلق ديوانية السالمية، من يرغب بمشاركة بديوانية السالمية اتجه إلى ديوانية السالمية، وكذلك ينطبق الحال على ديوانية الفنطاس. ممتاز. لو نتكلم عن اللي خلنا نتكلم عن الإضافات الجديدة اللي أضيفت في هذه المسابقة، يعني كل سنة ما شاء الله للسنة السابعة على التوالي كل سنة يتجدد فيها شيء جديد. نعم. هذه السنة طبعا ونظرا إلى 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 كثرة الإلحاح من قبل المشاركين وحتى من قبل الشباب، قالوا ليش ما تفتحوا لنا موضوع السماح لنا باستخدام السنارة. يعني أكثر من رأي احنا يعني واجهناه، فلقينا ان في إقبال شديد على استخدام هذه الأداة في عملية صيد الأسماك. هذه السنة اجتمعنا مع اللجنة وقررنا فعلا ان نسمح لهواة صيد الأسماك باستخدام السنارة، فهذه هي يعني الأول مرة، وإن شاء الله راح تكون هناك أيضا يعني أداة ثانية تساعد على عملية صيد الأسماك اللي هي صيد الاستخدام السنارة. في أيضا يعني بيستطاع المشارك أن يستخدم السنارة في عملية الجيجينج، وهي عملية أيضا تساعد في صيد الأسماك. وأيضا هناك بعد في طريقة ممكن أن تستخدم من قبل السنارة وهي اللفاح. يعني هذه السنة حطينا إضافات، وإن شاء الله أننا نأمل ونتمنى أن تحوز على إرضاء كافة المشاركين. الشيخ سالم النواف الأحمد الجابر الصباح رئيس لجنة الموروث البحري الخليجي، شيخ يعني لو نتكلم عن الغوارب، هل مثلا حددتوا مقاسات أو كذا أو شيء، أو كل واحد ويا طراده؟ لا طبعا الغوارب أحجامها يعني إحنا عندنا ثابتة كقاعدة بالنسبة للجنة، قاعدة من ضمن الشروط أن لا يتعدى عن 31 قدم في كافة المسابقات. على المتشارك أن يتقدم أن يكون زورق لا يتعدى 31 قدم، وأن يكون لا أصغر طبعا قارب يكون 14 قدم كأقصى حد بالنسبة للمشارك. لو نتكلم عن يعني هذه بطولة ومسابقة فيها دول مجلس التعاون الخليجي، شلون طريقة مشاركة إخواننا من دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المسابقة؟ طبعا أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي في السنة الماضية هم شاركوا معنا، وحنا سمحنا وفتحنا المجال من السنة الماضية بمشاركة إخواننا في دول مجلس التعاون، ما عليهم إلا أن يتجهون إلى مقر التسجيل ويحضر معه أوراقه وثبوتياته ويتم تسجيله والمشاركة بهذه ممارسة صيد الأسماك.
شيخ لكل يعني ديوانيه ولكل تسجيل رقم معين تحتاجون عدد التسجيل، يعني كل مثلا خلينا نقول كل ديوانيه لها تحتاج لها عدد، ايش كثر الاعداد اللي تبونها تقريبا؟ طبعا عدد المتسابقين في كافه المسابقات الثلاث اللي احنا راح نعملها هذا العام هي 100 متسابق. الان الباب مفتوح للتسجيل واللجنه عندها علم بهذا الامر، فبالتالي متى ما وصل العدد 100 يتم تسكير باب التسجيل. هل في طلبات معينه مثلا في التسجيل، شغلات معينه او اجراءات معينه؟ هي الشروط المعتاده دائما، يعني انه يكون مستوفي كافه الشروط، طبعا تكون اوراقه كامله وافيه في عمليه تشديد الغارب، يكون الغارب طبعا مؤمن ومزود بعمليه اجراءات السلامه، طبعا بوجود ايضا اسعافات اللي دائما يحتاجها المتشارك او الحداق، تكون من ضمن الشروط اللي تكون بالزورق، ايضا السباحات وهي لعمليه الامن السلامه للمتشاركين. لو نتكلم عن الجو خلال شهر واحد ويعني خلال الفتره اللي يعني ان شاء الله راح يكون الجو من احلى، عاده المسابقه تكون قبل شوي لكن هالمره احنا في شهر واحد، يمكن تدري الجو يختلف بين فتره وفتره. هذا الكلام صحيح. فأخوي نجيب يعني إن شاء الله الله يعيننا على فترة شهر فبراير، لأن شهر فبراير يمتاز هذا الشهر بتقلبات في الأحوال الجوية، ولكن احنا نتأمل ونتمنى من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أنه يوفقنا في هذا الشهر اللي هو شهر فبراير، أنه يعطينا على الأقل نسبة من العوامل الجوية حتى تساعدنا إلى إقامة هذه المسابقات إن شاء الله. الشيخ سالم النواف الأحمد الجابر الصباح، رئيس لجنة الموروث البحري الخليجي، عساك على القوة، يعطيك العافية، وإحنا راح نكون معك دائما برنامج صباح خير وأسرة وزارة الإعلام الجميع راح نكون معك أولا بأول من تبدي المسابقة، راح نتنقل معك من الوطية للسالمية للفنطاس إن شاء الله. إن شاء الله وحياكم الله، هذه الساعة المباركة يا أبو نواف. الله يسلمك. شاهدنا الكرام كنا معكم في هذا النقل الحي المباشر من مسنة الوطية ومن مقر التسجيل، اللي حاب يسجل في مكان في مسنة الوطية في ديوانة الوطية وفي السالمية وفي الفنطاس كذلك، اللي حاب يسجل وأعداد متسابق راح يكون إن شاء الله 100 متسابق. نتمنى إن شاء الله لهالمسابقة إن شاء الله تكون يعني جميلة جدا ومشاركة إخواننا من دول المتسع الخليج. راح نرجع إلى إخواننا في الاستوديو لتكملة الفقرات المميزة الجميلة، إن شاء الله نلقاكم يوم الأحد القادم، نقول لكم إجازة سعيدة. تفضل زملائي لكم الهواء.